الأصل الأول من الأصول الثلاثة والسؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ لندل أرنانغان لنكيو لندتي كقبر مكوم هون كومبو نجومي ما بماذا تجيب؟ كون جابر تدامو تقول ربي الله إنكو الله ونجومي أم الذي رباني أي الذي خلقني ورزقني أم تقولولان مانا كانكو تجيمي كانكو نكو أرسكيمي. هذه تربية للبدن للظاهر وأيضا تربية للباطن. أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى من الباطن والظاهر. إن الله نئين وتجيئ ونئين أنكم كفنين كقرن دعاء. قرآن الله سبحانه وتعالى وجب جبني دفتر ما قرآن القرآن الكريم فيه هون فيه نئي ندر جل فيه واو فتو ده نادي باورين كجمع نادي ندرين. فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود، لابد أن يعبد الله سبحانه ولا يعبد غير الله، لأنه لا خالق إلا الله. استوىني أفعل تيا إيرك وانا مكان كتاعك مكان كوني جومي ما هرايا غو هندا دوال سونا مكان كو الله سبحانه وتعالى بارو كان كوني تغور كان كوني هندي دوال. ولهذا لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. كلو وري واتا أونيو إتودي سيدا كبر فاندودي ولا يوغا الدوال نقل وإن كورا الله سبحانه وتعالى. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب. سر كلام أم كفدو الله سبحانه وتعالى إمر نون دوال هراي كان كوري كونتو شركو ستايو ما يدون دون أتوب علي هراي كونتو لطو ويته سيونا هرا أتوب سكتو أرنماكو أدو ما يد. هل معنى هذا الكلام أن نريد نكفر الناس؟ اسكي دون كوكو هالا ونينيا وري هالا وندي مسي أوتيجي كافي دي الله سبحانه وتعالى وناتا ييته وندي مري هيفر دي يمبي بين لا نحن نريد بهذا الكلام أن نتعلم حتى نحذر ونحذر غيرنا من الوقوع في الشرك. ونحن نقوم فاني هل قول نياور نكو هندون كو فيو يمبي بين أندو كوندون شركو برنتو دون. ليس لنا أن نحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع، هذا لا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين. على نامن innu gol wondem odo ko kefer odo ko neddo sincho non e dewa non ko wodan ko joma gandube be. Naam, idan labud an na'rif an al ibada haqq lillah subhanahu wa ta'ala. Fa law fi marra wahida fi hayati sajada li ghayri llah hadha huwa mushrik shirk akbar wallahu a'lam. Sitay woni odigi we andu pellet dewangal ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko to wodan sitay goddo wodi non e dewal sifa sujjangol وانا الله سبحانه وتعالى واتر انغورنا ماكورام ستايونو توبال اندو ودو هلايكو كفودو الله سبحانه وتعالى مانا كفودو انتو شركو ماودو.